خلينا نطلع نشوف محمد هاني ماذا قال مع زميلنا أمير هشام ونرجع نكمل مع حضراتكم. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واجواء الفرحه الكبيره بعد الانتصار المهم وليس الاهم، لان لسه المشوار طويل في كاس العالم للانديه. خليني اخد واحد من يعني نجوم المباراه ونجم المباراه محمد هاني، او خلينا في هذه اللحظات نشوف اكرم توفيق نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وهو بيتواصل مع زمايله من لاعبي النادي الاهلي، فبالتالي اكيد فرحه كبيره. ان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى معانا قريب، والله العظيم مفتقدينك وحياة ربنا. حبيبي اخويا والله ما تحرمش منك يا حبيبي، ربنا يخليك يا اخويا، ربنا يخليك حبيبي. هاني نجم المباراة الاول، على المستوى الشخصي انا عمري ما ثقتي اتهزت فيك، لكن فترة كبيرة كان في انتقادات على محمد هاني، النهاردة محمد هاني بيثبت والكاس العالم الثاني على التوالي مستوى اكثر من رائع، لعيب كبير، لعيب دولي. مبروك يا هاني. والله الحمد لله، يعني كل حاجة بتحصل بيبقى يعني احنا الحمد لله الفترة دي كلها اللعيبة دي كلها الفترة اللي فاتت بتتعب وبتشتغل وبتعمل اللي عليها، ودي أول فرصة حقيقية بتيجي للعيبة دي كلها، وهو الحمد لله الحمد لله يعني المكسب ده ما بيجيش من فراغ، اللعيبة دي كلها تعبت، اللعيبة دي كلها كانت بتشتغل، اللعيبة دي كلها الفترة اللي فاتت كانت بتعمل اللي عليها والناس ما تعرفش ده، الحمد لله النهاردة ربنا يعني أظهر كل ده قدام الناس وورى الناس قد إيه اللعيبة دي رجالة، وقد إيه أي حد يبقى موجود طالما أنت لبست التيشيرت ده ولبست تيشيرت النادي الأهلي خلاص مفيش حاجة اسمها حد ناقص، أنت بتشتغل وبتعمل 100% بتاعتك والباقي بتاع ربنا الحمد لله. هاني ازاي اتعاملتوا نفسيا ومعنويا بعد كم الغيابات وكم الاصابات دي؟ هيأتوا نفسكم ازاي للمباراه؟ ما انا قلت لك احنا قعدنا مره واثنين وثلاثه اللعيبه مع بعض، وانت كنت معانا في المعسكر وشايف التركيز عامل ازاي، احنا خلاص يعني لعيبه النادي الاهلي ما بتهزرش، انت دخلت بطوله وبطوله قويه جدا والناس كلها عارفه الليفل ده عامل ازاي، كل اللعيبه خلاص احنا اتفقنا رجاله ما فيش حاجه اسمها حد مش موجود، ده موجود، اللعيبه كلها اللي هتلعب وحتى اللي مش هتلعب، يعني النهارده مغربي لعب وكان راجل وكان حاجه تشرف، عشان خلاص كله بيمشي على نفس التراك، كله بيمشي على نفس نفس التفكير، عشان كده ربنا كافئنا كلنا وادانا المكسب ده الحمد لله. للناس ما تعرفوش ان خلال التدريبات كان محمد هاني هيلعب في لاعب مدافع في الثلاثه اللي ورا، بعد اصابه عمار فالفكر اتغير وبقى ظهير ايمن. ما تشتتش يا هاني؟ ما حسيتش ان انت كنت مركز فتره في التدريبات على مكان معين وفجاه بعد الاصابه دي قبل المباراه بيومين حصل تعديل؟ انت اتعاملت ازاي مع الموقف ده؟ لا يعني خلاص انت يعني الحمد لله بفضل الله انا بقالي فتره بلعب في النادي الاهلي اتعودت على ده، ان انت ممكن في اي وقت تلعب هنا في اي وقت تلعب اي مكان، لازم تأدي لازم تعمل 100% بتاعتك، وعشان كده ربنا بيكافئك الحمد لله. اغلى هدف بالنسبه لك؟ الحمد لله طبعا، يعني حاجه جميله طبعا. الف مليون مبروك تقول ايه للجمهور الاهلي؟ يعني الواحد كان اكتر حاجه مفرحاه طبعا الاستاد مليان، ده حاجه جميله، الجمهور ده هو اللي بيخلي اللعيبه تتحرك، هو اللي بيخلي اللعيبه تطلع ال 100% بتاعتها، يعني الحمد لله. وطبعا يعني الف سلامه على عمار يعني اخويا، وان شاء الله يرجع والله احسن من الاول، عشان عمار ده شخصيه نظيفه جدا وراجل محترم جدا وقد اللي ربنا حطه في اختبار وهو قده، وان شاء الله ان شاء الله في اسرع وقت هتلاقوا عمار ده في الملعب باذن الله ان شاء الله.